لأنه في موضوع آخر وشائك فرض نفسه على الساحة الكروية خلال الأيام اللي فاتت، وشهد حالة شد وجذب بين اتحاد كرة القدم وأعضاء الجمعية العمومية، مرتبط طبعا بتطبيق دوري المحترفين. ويمكن رغم اعتراض عدد كبير من أندية الدوري الممتاز على تطبيق دوري المحترفين الموسم اللي جاي، ولكن اتحاد كرة القدم قرر تطبيق وتغيير شكل مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل. امبارح كان في جلسة أو اجتماع لعدد في من أندية القسم الثاني في البرج، برج القاهرة، وادي دجلة، ديكيرنس، القناة، لافينا، وغزل المحلة، سكة الحديد، جمهورية شبين، فريق رايا، ومكادي، وبترول أسيوط، وبروكسي، ومصر المقصة، عدد كثير من الأندية. وفي أندية تانية فوضت الحاضرين في اعتماد قراراتها، على رأسها طنطا مثلا. اتحاد كرة القدم رغم كل تحركات أندية الجمعية العمومية أرسل للأندية نظام وشكل المسابقة في الموسم المقبل. كل الكلام أنا قلته امبارح الحقيقة هي هيتم إجراؤه على إقامة دوري من دور واحد لعدد 20 فريق، وإقامة دوري من دور واحد للأندية أصحاب المراكز من الأول للعاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشرة إلى الدوري الممتاز. أما الفريق صاحب المركز الثالث بيشترك في دورة للتصفيات رباعية مع الثلاثة أندية من المجموعة من القسم الثاني ب، على أن تصعد الأندية العشرين للمرحلة الثانية بنفس عدد النقاط الحاصل عليها من المرحلة الأولى. بعد كده إقامة دورة رباعية من دورين بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني اللي هو المجموعة الأولى، والذي سيتحدد بعد انتهاء المرحلة الثانية بين أصحاب المراكز من الأول للعاشر، والفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بعد انتهاء المباريات الفاصلة بين أوائل المجموعات الثلاثة، على أن يصعد الفريق صاحب المركز الأول في الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز. يعني اتكلمنا، كانت أزمة موجودة واتكلمنا عليها من يومين. القصة كلها في إيه؟ إن فريق من الدرجة الأدنى أو الثالثة ممكن يصعد مباشرة للدوري الممتاز بدون اللعب في دوري الدرجة الثانية. حاجة يعني ما بتحصلش غير عندنا هنا في مصر الحقيقة. موضوع صعب جدا جدا، ومعرفش هذا الموضوع سيصل إلى إيه، لأنه النهاردة تحديدا الاتحاد المصري لكرة القدم بالفعل بعت وقال انه هو ده النظام اللي هيمشي السنه الجايه. ايه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر.